نحكي فيه عن شيء فني مميز، أكيد الفن التشكيلي. طبعا عالم إبداع وعالم قدر يثبت نفسه من خلاله الفنان اللي رح يكون معنا بالفقرة. طبعا استطاع من أسلوبه المميز أنه يمتع المتلقي بصريا وفكريا من خلال اعتماد مواد صلبة لتكون هي ريشته يلي عم ترسم تجارب ومشاعر تدور في فلك الإنسان. أكيد يا سلمى، اليوم فقرتنا جدا مميزة بوجود ضيفنا الأستاذ عصام مأمون يلي رح يحكينا أكثر عن المعرض يلي صار بصالة الرواق العربي الأسبوع الماضي، وكثير من التفاصيل رح يخبرنا عنها ضمن صباحنا. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. رح نبلش مع حضرتك من المعرض الأخير، يعني 84 لوحة متنوعة كانت موجودة، اعتمدت على المواد الصلبة بهي اللوحات. خلينا نحكي أكثر عن الأسلوب اللي قدمته ضمن المعرض. لا، بالنسبة لهذا المعرض هو أكيد تكملة لتجارب سابقة. هذا المعرض قدمت فيه خامات جديدة، مواد جديدة، من طريقة عملي أنا بإني اشتغل على هي المواد، اشتغل على لغاتها. الهدف منها إيجاد مشهد بصري جديد أو معاصر، خلينا نقول يليق بهذا العصر. اليوم هذا العصر هو عصر مشاهدات، هو عصر منقول بصريات، يعني كل الناس اليوم كامشة النت وعم يطلعوا أجهزتهم، فقديش هذا عم يأخذ هاي الخبرة من مشاهدات، فقديش صعب أنك اليوم أنت تستوقفي هذا المتلقي، هذا المشاهد. اليوم صار مهمة الفنان عن جد كتير صعب أنه يقدم شيء يقدر يستوقف، يعمل إبهار بصري تماما أمام هذا يعني المتلقي اللي شايف كتير. فبالنسبة لي أنا حاولت أنه بقول أنه اليوم الفن صار له مفهوم آخر، يعني ما حد له هذا المفهوم القديم والمدارس اليوم بهذا العصر خلصت. اليوم في شيء اسمه فن معاصر، يحق للفنان استخدام جميع المدارس، أي شيء، جميع المواد لحتى يصل لمشهد بصري جديد يقدر يليق فينا كبلد، أنه نحن نحكي لغة بصرية عالمية أو نقدر نخاطب فيها العالم، لأنه هنا عم يحكوا بهذه اللغات المتطورة. أستاذ، اليوم هلأ كنا عم نشوف ضمن لوحاتك أنه الإنسان هو محور عملك بكل ألمه وتجاربه وصراعاته المختلفة أيضا. اليوم شو اللي عم تحاول كنت توصله من خلال رسمك أو ترجمتك لهي المشاعر والصور؟ لا، بالنسبة لي أنا يمكن من وقت ما بلشت الحرب أو كذا، وأنا دائما بقول الفنان هو اللي بيحمل مشاعر أكبر من أي إنسان، فمو معقول انه هذا الفنان ما يتأثر بهاللي حواليه وينقل ويوثق، يعني هي وظيفته بهي المرحلة. فأنا كان محور كل أعمالي هذا الإنسان، هذا الإنسان بانكساراته، بهمه، بتعبه، هاللي تعرضنا له نحنا كان ما له سهل أبدا، من حصارات، من دمار، من تشرد إنسان. فهذا المعرض بالذات كان أنا بالنسبة لي رسالة حب وسلام لهذا الإنسان اللي تعب، وبنفس الوقت هي رسالة لهي الدول اللي بتحكي بالإنسانية، بتحكي بحقوق الإنسان. وثقنا، تعوا شوفوا هذا الإنسان اللي أنتوا بتحكوا بحقوقه لوين وصل، لوين أتعبتوا مقابل أنه يسيطروا على ثروات منطقته. فهن حدا قديش كذاب، هذا توثيق لهي الدول اللي عن جد أنا بعتبرها دول منافقة كذابة. فكان هذا المعرض هن الرسالتين، رسالة حب وسلام لهذا الشخص فعلا اللي تحمل كتير، إنسان منطقتنا اللي دفع ثمن كبير، والرسالة فعلا لهي الدول اللي حكينا عليها. أستاذ عصام، كمان خلينا نحكي شوي عن الألوان والخامات اللي تم استخدامها باللوحات الموجودة بالمعرض. كنا عم نشوف لقطاتها قبل شوي وحضرتك عم تحكي، يعني في شوي ألوان غامقة، ما بعرف إذا هي الدلالات اللي أنت أردت أنه توصل فيها شوي من الجانب الحزين أو جانب الألم. وهون شوي الناس بتختلف، أنه مو دائما أنا لازم أعبر باللون الغامق عن الجرح أو الألم، وجهات نظر مختلفة. كيف بتشوف هاي وجهات النظر؟ هلأ أنا بشكل عام إذا بدي أحكي على اللون، اليوم
اليوم انا الاعمال اللي عم بشتغل فيها ما بيلبق لها هالبهرجة الالوان. يعني اليوم انا عم بشتغل بالوان مثل الثياب اللي انا اليوم عم بلبسها، كل يوم عم نشوف، عم نعزي بالناس، عم نعزي بشهداء، كنا عم نشوف اليوم لوحتي ما بيلبق لها هاي البهرجة بالالوان. اليوم لوحتي ما بتتحمل المواضيع اللي انا بشتغلها الا هاي البساطة اللونية. انا فحتى المواد اللي انا عم بدخلها انا ما عم بقحمها، انا عم حاول فتش على مادة تقدر تساعدني بهذا التعبير. يعني مثلا باخر معرض استخدمت مثلا مادة التنك. مادة التنك هي انا شعرت فيها بانه الوجه وقت بيتعب بيجعد بيصدي، وقت فوقت شفت هاي القطعة انا التنك عن جد شفتها هي فعلا مجعدة ومصدية، وقد ايه هي متعرضة، وهي مادة الفقراء، هي سقف بيوت الفقراء، هي دائما هي التنكة اللي بنشوفها قد ايه بيستعملوها قد ايه، فهي لغة رمزية لهذا الانسان الفقير التعبان الكذا. فعملت منها وجوهه، حطيت صنعت منها وجوهه لحتى احكي بهي اللغة الرمزية تبعها، يكون لها رمزية يعني. وكانت تكنيك جديد. واشتغلت مثلا على الازاز، هي كمان الازاز يعني مادة نبيلة، بشعر قديش هذا الازاز، نحنا يمكن الازاز بيتعرض للضغط كبير بيشقق وبيتكسر. فوقت انا اشتغلت على هي الفكرة بانه الوجوه تكون كمان من ازاز، دليل على انه هي الوجوه قديه تعرضت لهذا الضغط، لهذا كذا، لهذا التكسير، لهذا الهم، لو وصلت لهذا التكسير وصعب ترميمه يعني مادة صعب. فهي نوع من الرمزية استخدمت وليس عشوائية. يعني اليوم نحن بدنا نشتغل كولاج، هذا الكولاج بده يكون كتير كتير مدروس، بده يكون مدروس أول شيء مادته إذا كانت رمزية، بده يندرس مثلا ديمومته بطريقة شغله، قدي أنت قدرانة توصفي هاي المادة وتسيطري عليها لأنه تساعدك بتعبيرك. هي إضافة تعبير، إضافة تعبير يعني لهذا. بعدين في كتير تمازج مع هي المواد، مواد إنه عم ينشغل كمان رسم بقوة هي المادة، فكتير عالم ما عم يقدروا يفرقوا ما بين المادة وما بين الرسم، يعني عم تشوفي هن بتداخل كتير متناسق. يعني بشكل عام بدي أحكي بإنه الفن ليس سهل، والكولاج شيء صعب جدا إذا ما كتير تخدم يعني أو استخدم بشكل صحيح، فأنا برأيي بيسيء للوحة. فبده خبرة كتير كبيرة، بده شغل كتير كبير. الفن إما يقدم بطريقة كتير مدروسة وبعد مراحل أكيد، يعني أنا ما اشتغلت لهون إلا ما 40 سنة تجربة وشغل، ولتصلي لتمكن من أدواتك، لتصلي الفنان بس يتمكن من أدواته يعرف شو بده يشتغل بيقدم. صح. شيء واعي، لغة واعية، وإلا الفن مو شيء سهل. اليوم أنت أستاذ عم تقدم شيء مختلف وشيء بوجهة نظرك، وأكيد إلك نظرة خاصة، كل فنان اليوم عنده وجهة نظر خاصة فيه وبيشوف الأمور من وجهة نظره الخاصة. ممكن ما كل الأشخاص أو المتلقي خلينا نقول ما يشوف بنفس وجهة النظر يلي أنت عم تحاول الترجمة وتقدمها، هذا الشيء ممكن اليوم يسبب لك قلق ولا أنه عادي خلاص حرية المتلقي إله مساحة لإله؟ هلأ خلينا نحكي شغلة، أنه الفن بالذات هو ثقافة فنان وثقافة متلقي. أنت شو هي ثقافة الفنان؟ الفنان هذا العمل عم يحمل ثقافته، عم يحمل فكره، عم يحمل قوته، عم يحمل هو قدي ذكي، هو قدي عبقري، هو قدي مفكر. أنت هذا كله أنا ممكن أشوفه من خلال عمل، مو شرط بس الفنان التشكيلي، الموسيقي، الكاتب، المسرحي. انت وقت بيقدم لك عمل فني انت بتشوفي قديش هذا الانسان اللي صنعه، تقري له هو من جوا قديه هو عميق، قديه هو مثقف. والمتلقي نفس الموضوع، كمان بنشوف انه التلقي كمان ثقافي، هذا التلقي قديه هو كمان عنده خبره، قديه هو متابع، قديه هو بيحب، قديه كمان
كل متلقي بيشوف بطريقة معينة، بيشوف بطريقة ممكن ما تكون القصة قصة جهل أستاذ، ممكن اختلاف بوجهات النظر. أنت إذا أنت معتمد ألوان برسوماتك والأشكال اللي عم تقدمها، ممكن هاي الألوان تعني له شيء من وجهة نظره هو. هلا أوكي، بس خلينا نكمل فكرة إنه أنا طريقة التفكير ما كملت هي. طريقة التفكير، أنا حدا بصراحة يعني من التخرج من الجامعة أو حتى كنت قبل بالجامعة، كنت دائما متمرد على كل شيء شفته، كل شيء مر، كل شيء تجرب. دائما كنت أشعر بأنه الفن هو تجدد، هو نظرة جديدة، هو شخصية جديدة. الفنان لازم يكون له طريقة تفكيره، لازم يكون له طريقة الفن، يعني وجهة نظر أو تمرد على أشياء. أنت كثير فنانين صار لهم فترة كثير كبيرة بنشوفهم عم يكرروا نفسهم. طيب أوكي، أنا كثير هذا الحكي ما بقدر أبدا، يعني أنا بأي تجربة بشتغل فيها أحيانا 10-15 عمل بلاقي حالي عم بتقل لتجربة جديدة أو لخبرة جديدة أو لمرحلة تمتعني أنا وتمتع هذا المتلقي أنه يشوف شيء جديد، يشوف مادة جديدة. فهي نوع من التفكير. أنا حدا بجد متمرد على نفسي بالشغل وبكل شيء مكرر، يعني بحب دائما أصنع شيء يمتع فكريا بصريا إلي وللمشاهد. يعني أكيد، يعني نحن اليوم سعيدين أنه كنا مع حضرتك ومع هاي الأفكار ومع أيضا أعمالك الفنية استعرضناها. شكرا لوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق بكل شيء جديد. شكرا كثير لكم لهذا اللقاء الحلو. شكرا لك كثير للكادر كله. أكيد كل فنان اليوم عنده بصمته الخاصة اللي ما حدا بيقدر لا يشوهها ولا يغيرها. شكرا لك. شكرا كثير لكم.